أمام حشد المؤيدين هذا، اختار الرئيس السوداني عمر البشير إطلاق حملته الانتخابية. أغانٍ واحتفالات بمناسبة اختيار حزب المؤتمر الوطني الحزب الحاكم للبشير مرشحاً له، رغم نفي الأخير نيته السابقة للترشح. البشير الذي كان تعهد برعاية حوار وطني قبل الانتخابات، أكد أن الشعب هو الذي سيقرر بقاءه في السلطة أو رحيله عنها وليس المعارضة. نقول للجماعة الحميمة برا والمتأسس من جوا والمجي يقولوا من برا أنا أرحل، أنا برحل للشعب الصالح لا يرحل. أحزاب المعارضة السودانية بدت أمام طريق مسدود أكثر من أي وقت مضى في ظل تشرذم صفوفها. رغم ذلك دعت عدة أحزاب لمقاطعة الانتخابات متهمة للبشير باعتقال معارضين وإغلاق الصحف. في أزمة في البلد، في حروبات دائرة، في قوانين مقيدة الحريات، في اعتقادات لزعماء المعارضة، فالشعب مستنكف، الشعب مقاطع لهذه، وزي ما قلت لك في التسجيل الناس قاطعوا، خليك من التصويت. لكن بعض السودانيين يرون أنهم لا يستطيعون الثقة بمرشح آخر غير البشير في ظل غياب بديل سياسي معارض. الانتخابات ممكن تلعب دور مهم جدا في استقرار البلد، البلد ماشي في اتجاه بتاع توحد وكده، فبيحتاج الانتخابات أن تلعب دور أساسي جدا في توحيد الرأي العام. ويتولى البشير حكم السودان منذ انقلاب عسكري قام به عام 89، واستطاع منذ ذلك الحين الصمود أمام حركات التمرد وتفادي المثول أمام محكمة الجنايات الدولية التي تتهمه بأنه العقل المدبر لجرائم حرب في إقليم دارفور.